السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله معدنا مع سورة التكاثر. سورة التكاثر هي سورة مكية، وزي ما ذكرنا قبل كده يعني هي سورة مكية. السورة سميت بالاسم ده لأن هي بتتكلم على الناس اللي شغلتها التكاثر في الدنيا بالأموال والأولاد وغيره عن النظر في الآخرة والعمل اليوم الآخر والجنة والنار، ربنا ينجينا من النار يا رب العالمين، فسميت بالاسم ده. وقبل ما نتكلم بس في حاجة صغيرة حبيت أنبه ليها، إن سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى يعني يرانا في الصور المكية بعض الصور التصرفات بعد كفار قريش كان بيعملوا ايه قبل الاسلام، سواء بقى كفار بني اسرائيل كفار مكة غيرهم، فبحيث يبين لك قد ايه عظمة هذا الدين. يعني مثلا زي ما العرب علمونا ولا يتضح الامر الا بضده، يعني انت ما بتعرفش قيمة حاجة الا لما تشوف عكسها. يعني مثلا ما بتعرفش تشوف مثلا جودة مثلا وليكن لبس معين الا لما تلبس لبس مثلا ماركة تانية، فتلاقي اللبس الماركة التانية بتقطع بسرعة، فتقول له بصراحة لا، ده الماركة الأولانية دي كويسة وكده، ده حتى الماركة دي ما كملتش يوم. فسبحان الله كان حكمة ربنا إن ربنا بيدينا أمثلة، بيقول طب شوفوا بقى الناس دي كان تفكيرها إزاي وعقلياتها إزاي وتصرفاتها إزاي وبقت إيه، ولما الإسلام جاء بقت الناس عاملة إزاي. فتحس يعني لا، ده الإسلام ده حاجة عظيمة جدا وغير الناس بشكل كبير، ويعني فعلا ربنا جعله سبب لصلاح حال الناس في الدنيا. طيب هي ايه موضوع السورة؟ السورة بتتكلم عن قبيلتين من كبار قبائل مكة، قبيلة بني عبد مناف وبني سهل، دول كانوا من القبائل الكبيرة في مكة، فكان دائما ما يحدث بينهم لحاق. اللحاق دي اللي هي كلمة معروفة عند علماء اللغة، اللي هي النقاش اللي فيه إهانة. يعني أنا ما أقعد أتناقش معاك مين أحسن من مين، أنا أحسن منك ولا أنت أحسن مني، ففي نقاش أنا أقعد أقول لك طب أنا أحسن منك عشان أنا في 1 2 3 4 5، إنما في نقاش في إساءة أدب. يعني أنت مين يا دي يا ابن كذا اللي بتساوي نفسك بيا، وأنت ما تعرفش أنت أبويا مين يا دي يا ابن كده. فهو ده كان اللحاق اللي بينهم، ان هم بيحاولوا يعني يفاضلوا بينهم وبين بعض ولكن باسلوب سيء. فنزلت السورة دي بتحكي بقى عن القصة اللي حصلت بينهم اللي هي بني عبد مناف وبني قيس، ان هم ابتدوا يتكلموا في الموضوع ده، فابتدى اشراف مكة يتدخلوا. الموضوع بقى كبير وممكن يعني يتقلب الحرب، لان كان معروف ان الحروب عند الكفار مكه كانت سهله خالص، يعني ما اقل حاجه تقوم معركه بين قبيلتين، والمعارك هناك بقى بتقعد بالسنين والالاف بيموتوا فيها وكده. فالقبائل دول دخلوا كبار القبائل وسادتها واشرافها، قالوا معانا طب ايه، عايزين نحل الموضوع. فقالوا طب نحله ازاي؟ قالوا نشوف مين فيكم احسن من التاني، وخلاص يبقى الموضوع خلص واقرنا ان ده احسن من ده. فالاتنين ارتضوا، قالوا طب ايه المعيار؟ قالوا هنشوف مين اللي عنده سادة اكتر من التانيين، يبقى هو ده اللي قابلته هتبقى اعلى. وكان له معايير بقى للسيد في قومه، اللي هو له سلطان معين، له مال معين، له عدد عبيد معينة. فبالتالي ابتدوا يشوفوا القبيلتين فلقوا ان عندهم نفس العدد. طيب بقينا عايزين نشوف حاجة تفصل تانية، فقالوا طب خلاص نفصل بالاتباع، نشوف كل قبيله اتباعها قد ايه، والقبيله اللي يطلع اتباعها اكتر هي اللي تبقى لها السياده وتبقى هي فعلا احسن من القبيله التانيه. فعملوا الموضوع ده، فطلع قبيله بني عبد مناف هي عندها اتباع اكتر. فزي ما كان معروف عند العرب الانفه بتاعتهم والكبر، ان ما حدش فيهم بيقبل ان يعني يقبل ان حد يبقى احسن منه. فجت قبيله بني قيس عايزين يشوفوا حل بقى، يعني هم احسن مننا عينيه. فقالوا لا، ما احنا عايزين طالما بتقولوا القبيله يبقى نجيب القبيله من اول ما بدات. فقالوا من اول ما بدات يعني ايه؟
قالوا يعني نشوف كل اللي جم في قبيلتنا اللي عايشين واللي ماتوا ونحسبهم. فقاموا رايحين عند المقابر وابتدوا يشوفوا المقابر بتاعة القبيلة دي والمقابر بتاعة القبيلة دي ويعدوا الناس. خلاص هو معروف مقابر كل قبيلة، فراح دي مقابر قبيلة عبد مناف، يا ابن مين اللي مات؟ ده فلان وده فلان وفلان وفلان، وبني قيس ده فلان وفلان وفلان. وبعد ما عدوهم طلع إن عدد أتباع بني قيس أكبر من بني عبد مناف، لأن كان القبيلة دي كان لها اسم كبير جدا قبل إيه؟ مش عارف اللي هو في الوقت الماضي، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم يعني، والعدد بتاعهم ده كان أقل بعدها فترة يعني. فالمهم إيه، ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا عن القصة دي، قصة الخلاف اللي حصل بين القبيلتين دول، وبيحكي لنا إن إزاي في ناس كده حياتها كلها انشغلت بالموضوع ده، إن أنا عايز أقول إن أنا قبيلتي أحسن من القبيلة التانية، والقبيلة التانية تقول لا بس أنا عدد قبيلتي أكتر من القبيلة بتاعتك، والتالت بيقول طب أنا الناس اللي ماتوا قرايبي أكتر من الناس اللي ماتوا قرايبك. فربنا سبحانه وتعالى يعني يقول للناس بقى، بيقول لهم شوفوا الناس دي كانت عايشة إزاي، وشوفوا بقى لما الإسلام جه بقى بيأمر الناس لا إن هي تحسن لبعضها، وإن هي تعمر الأرض وتحسن وتصلح، ومفيش حاجة إن أنا أهتم إن أنا أبقى أقول إن أنا أحسن من حد، ولما أقول أنا أحسن من حد مش عشان أنا قرايبي أكتر ولا عشان أنا معايا فلوس أكتر، لا أنا أكون أحسن بالإحسان وبالطاعة وبالخلق وكذا وكذا وكذا. فدي كانت سورة التكاثر. فبدأت السورة بقول الله عز وجل ألهاكم التكاثر. طبعا معلش بقى لو احنا هنلخبط في التجويد في وجود الأستاذة أمينة أنا آسف، معلش يا أستاذتنا. ألهاكم التكاثر معناها من اللهو، يعني إن أنتوا عارف زي ما بيقولوا فلان إيه، ما بيقولوا اتلهي، يعني اللي هو إيه، انشغلتوا بالتكاثر، اهتميتوا ان انتوا تروحوا تشوفوا العدد الكثرة عشان تقولوا مين اكتر من التانيين. فالهاكم التكاثر ده الهاكم عن حقيقة الدنيا اللي ربنا خلقكم ليها، العبادة والطاعة والتعمير والاحسان الى الناس وهكذا. فالهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لدرجة انتوا وصلتوا لمرحلة ان انتوا رحتوا المقابر اللي هي المفروض فيها اكبر عظة الناس بتشوفها. انت بتدخل المقبرة بتشوف الناس اللي كانت قدامك بتروح وتيجي وتمشي وتتكلم، واللي كان غني واللي كان فقير، وشايف دلوقتي ليس له حول ولا قوة، وتشوف المشهد ده في أكتر مكان أنت فيه يعني عظة من الله عز وجل. المكان ده انشغالك بالدنيا وإن أنت تثبت إن أنت عددك أكبر خلاك مش واخد بالك أصلا من العظة دي، وعمال تفكر في حاجة تانية، عمال تعمل إيه؟ عمال تحسب أدي المقابر بتاعتنا، أدي محمد وأحمد وعلي وتوفيق، وأنت ماسك عمال تكتب كده ورق وبتعد، وأنت مش واخد بالك اللي أنت بتكتبهم دول يا ابني، دول الناس ماتت، دول ناس كانت عايشة، دي ناس كانت اللي بيعمل فيهم صالح واللي بيعمل فيهم سيء، واللي كان له أثر في الدنيا واللي كان كبير واللي كان صغير، أنت كل ده ناسيه ومش واخد بالك خالص، أنت كل واخد بالك أنت عمال تعد أرقام. ولعل دي بتكون من الحاجات اللي كتير من اهل العلم بيتكلموا فيها، ان محدش يعني يمتهن مهنه ان هو يبقى شخص بيشتغل في اللي هو بيسموه التلحيد او الملحد، يعني الشخص اللي بيدفن ما ياخدش دي مهنه مدى الحياه، لان هي فعلا بتؤثر على قلبه، بيجي في مرحله من المراحل بيبقى خلاص عايز يتعود بقى، فلان مات وعايزين ندفن ماشي هاتوا ندفن، فاللي هو مبقاش بالنسبه له ايه في حاجه كده اللي هو هزت قلبه ايه ده فلان مات يعني هيتحاسب يعني عامل ايه اف يعني كذا، انما بالنسبه له الموضوع من كتر ما هو كلهم بيعمله فما عادش فيه تاثير. فبالتالي كان دايما كل يعني كل العلماء على مدى التاريخ الاسلامي يقولوا يا جماعه ما حدش يخلي دي مهنته مدى الحياه، انما اعملها فتره واتركها عشان يرجع التاثير التاني في نفسك، وبعدين يرجع لها واتركها، انما ما تفضلش طول عمرك في الموضوع ده، والا خلاص قلبك هيموت من الناحيه دي، لان انت كل يوم بتشوف المشهد ده 50 مره فخلاص ما عادش هيبقى له معنى. يعني عارف حضرتك ده فكره مثلا الدكتور اللي بيكون في مستشفى اول يوم مثلا شاف واحد جاي في حادثه ربنا يعافي الناس مثلا فاتخض وبتاع ومش عارف ايه، طب تاني يوم تالت يوم بعد سنه شغل خلاص عادي يا دكتور في حادثه جاي، هتلاقيه واخد الموضوع رد فعله عادي جدا، انما انت رد فعلك مختلف ومخضوض وبتاع مش عارف ليه، لان انت مش متعود تشوف حوادث كتير. فألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. هنا المقصود بيها ان انتوا هتشوفوا بقى اثر اللي انتوا بتعملوه ده في القبور، فكره ان انشغالكم
في الدنيا بالتكاثر والكبر، وان انتوا عايزين تبقوا افضل، وحتى عايزين تتكاثروا في الناس عشان بس تتكبروا على بعض، بحيث لما نقعد نعد الناس اللي في كل قبيلة، احنا قبيلتنا فيها 1000 وانتوا 2000 ودول 5، فحتى بقى انت مسعاك في الدنيا بس ان انت بتعمل ده من باب الكبر، انت عايز معاك الاشراف اكتر، فعايز تشتغل عشان معاك فلوس اكتر، عشان لما نيجي نشوف عدد الاشراف والسادة والاغنياء يطلعوا عندك اكتر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول كل اللي انتوا فيه ده، وان انتوا ما اتعصتوش في القبور، وان انتوا ما اسلمتوش، وان انتوا هتشوفوا نتيجته في القبور بقى، ربنا يعافينا يا رب. بعدها كلا سوف تعلمون، وقلنا دايما كلمة كلا دي بتكون للردح، يعني كلا دي معناها ان هو كلام فيه شدة، ان هو كلا سوف تعلمون، لان انا هنا ربنا سبحانه وتعالى مش بيكلم واحد على حاجة هتحصل، بالعكس ده بيكلمه بيحذره، بيقول له ولله المثل الاعلى، خد بالك هتشوف. يعني عارف زي مثلا ما كنت ايه مدير في الشركه مثلا، او مثلا اب مثلا وليكن، وتقول لابنك لو ما نجحتش في الامتحان هتشوف انا هعمل ايه. فالكلمه كده اللي هو ايه هتشوف دي، معناها لا، ان هي كلمه ان انا نوع عاقبك وعقوبه شديده. فبالتالي كان استخدام كلا سوف تعلمون كان ممكن يستخدم ايه سوف تعلمون، انما كلمه كلا وضعت الامر ده. بعدها جت ثم كلا سوف تعلمون. طيب فالناس قالت طب ايه، ما خلاص ما ربنا قال ان انتوا هيبقى في عذاب. فقلنا لا، هو هنا في نوعين من العذاب، العذاب الاول اللي هو العذاب في القبر ده، حتى يعني بعض الناس الجهلاء ربنا يهدينا ويهديهم اللي بيقولوا مفيش حاجه اسمها عذاب القبر، دي مثلا من ضمن الايات بتتكلم على عذاب القبر، يعني ايه واضحه صريحه ما فيهاش اي خلاف ما بين صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. يعني جت بعدها ثم كلا سوف تعلمون، هنرجع كل مره لنفس النقطه نقول ونعيد فيها، يا جماعه لازم نعرف اصل الكلام في اللغه العربيه. هنلاقي ثم دي حاجه كده بيسمى حرف للتراخي، التراخي ده عارف لما اقول لك فلان مرخي اعصابه، فالتراخي دي عندنا معناها اللي هو وجود فتره، يعني عارف بيقول لك ايه فلان مريح شويه وهيقوم، فهي اللي بيقول لك ايه متراخي، فلان متراخي في الشغل، يعني بيعمل الشغل بالراحه او عنده شغل متاخر او هكذا. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يخبر الناس بقى، بيقول لهم ثم كلا سوف تعلمون، يعني بعد فتره اللي هو بقى ثم للتراخي دي، بعد فتره بقى هتبعثوا يوم القيامه وهتشوفوا العذاب بقى التاني بقى، اللي هو العذاب اللي فيه الخلود والعياذ بالله، اللي هو زي ما قلنا هيجي ملك ينادي يا اهل النار خلود بلا موت. فيبقى في فتره بقى تراخي، اللي هي الفتره ما بين وفاه الانسان ودخول القبر الى بعثه يوم القيامه، ثم كلا سوف تعلمون. بعدها ذكر الله عز وجل كلا لو تعلمون علم اليقين. وهنا عندنا حاجة اسمها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. هو ايه الفرق بين التلاتة دول؟ علم اليقين معناها ان انت تعلم وتوقن وتكون في درجة من الايمان كبيرة بالفعل ده، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان يوم القيامة في كذا وكذا وكذا، فانت تكون عندك ايمان وتصديق بالكلام ده، فده اسمه علم، انت علمت هذه المعلومه. في حاجه اسمها عين اليقين، عين اليقين ده يعني ايه؟ يعني حاجه انت شفتها، اما اجي مثلا ولا المثل الاعلى اقول لك ايه رايك في الموبايل الفلاني، فتقول لي والله انا شفته في مزايا 1 2 3 4، انا شفته، ده كده اسمه عين. حق اليقين يعني انا بقى خدت التليفون واستخدمته بايدي فعلا، فما اقول لك التليفون ده عامل مواصفاته ايه، فتقول لي والله انا استخدمته ولقيت فيه الميزه دي والعيب ده وكذا وكذا، فده اسمه بقى الحق. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هنا بيذكر لنا الثلاث انواع، النوع الاول اللي هو في الدنيا اللي هو علم اليقين، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس ان انتوا عندكم فعلا ايمان بربنا سبحانه وتعالى وبالاخره اللي هو علم اليقين، هيحصل ايه؟ لترون الجحيم. يعني هيبقى عندكم ايمان باللي ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا يوم القيامه من الجحيم، ان انتوا لما هتعملوا كذا وكذا وكذا فربنا بيقول عقوبتكم كذا وكذا وكذا، لو انتم مؤمنين هتبقوا فعلا مصدقين وهتبتدوا تذكروا نفسكم بالعقوبات دي، فهتتوبوا الله سبحانه وتعالى وتكونوا ناس صالحين ومؤمنين وكل شيء. وكذلك الكلام ده للمؤمنين برضو، انت كشخص مؤمن لو انت فعلا مؤمن بالله سبحانه وتعالى وامنت وصدقت ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول الا هيعصي عقوبته كذا وكذا وكذا، فسترى الجحيم بقلبك، هتكون مصدق، فبرضه هتحاول تبتعد عن الذنوب والسيئات عشان تبعد عنها. بعدها ربنا ذكر ثم لترونها
عين اليقين، ده اللي احنا قلنا ان انت هتشوفه. وهنا برضو قلنا الكلام هو بيكون كلام عام يعني للمؤمن والكافر. فناس تقول طيب المؤمن ليه هيدخل النار؟ احنا قلنا مش هيدخل النار، اللي هيدخل النار ده هو حق اليقين، انما عين اليقين انت هتشوفها. وده بالعكس ده من قمة الإكرام من الله سبحانه وتعالى للعباد. يعني النهاردة مثلا انت ايه الحاجة اللي بتفرحك اكتر، ان انت تبقى عطشان قوي 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 واجيب لك مية، ولا تكون عطشان نص نص واجيب لك تشرب؟ ايه الحاجة اللي بتخليك يعني في فرحة اكتر عندك؟ لا ده شدة الالم ما يجي بعدها شدة العطاء دي اللي بتدي فرحة اكتر. فبالعكس ده انت لما تشوف النار والعياذ بالله وتفتكر ان انا كنت هكون في المكان ده، وبعدين فجأة بقى تخش الجنة اللي ربنا يعني أخبرنا أنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وأن نعيم أقل أهل الجنة مثل نعيم أكبر من ملوك أهل الأرض وعشرة أمثاله وغيره وغيره من الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بيها. فتحس بسعادة مضاعفة بقى إما أنت تشوف العقوبة كانت إزاي وبعدها تشوف الأجر، فتحس بحاجة كبيرة جدا. يعني عارف زي ما يكون واحد مثلا حاجات كتير لما يكون داخل يعمل عملية مثلا، وليكن قبل العملية قايلين له إن أنت العملية دي بعدها هيحصل لك أي حاجة معينة، مثلا وليكن هيتقطع رجله هتعمل له بس ربنا يعافي الناس، وبعدها يدخل العملية ويطلع وما يحصلوش حاجة. هل ده بيبقى فرحته أكتر ولا فرحة الشخص اللي دخل عمل العملية وطلع وهم قايلين له أصلا مش هيحصل لك حاجة؟ لا الأولاني بيبقى فرحته أكتر 100 مرة، لأنه عاش الألم وبعد كده عاش بقى الفرحة، فده بقى فرحة زايدة. فبالتالي من فضل ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين إن هو هيخليهم يشوفوا النار، يشوفوها بس مش هيدخلوها بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني بعد كده عندنا بقى حق اليقين اللي هي الحاجة الحق بقى زي ما قلت حضرتك، ده الشخص اللي خلاص هيخش النار والعياذ بالله، فده بقى في الحق دلوقتي خلاص دخلها ويعذب فيها كل شيء، فهو ده حق اليقين. وبعد كل ده بقى يعني الايه العقوبة الأكبر من كل ده اللي ربنا بيخبر الناس بيها، بيقول لهم ان انتوا اللي بتعملوه ده كلام باطل وضال وكذا 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 وهتخشوا النار وهتعملوا. والمفاجأة بعد كل ده ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. وتخيلوا بقى ومش ان انتوا هتخشوا النار بس، ده احنا كمان هنسألكوا على كل اللي انتوا عملتوه ده. يعني انت اللي حاولت تجمع فلوس عشان يبقى عندك واحد من كبار القوم عشان ما نيجي نقول قبيلتك اكبر ولا القبيلة التانية، تخيل ان احنا هنسألك على الفلوس دي. يعني انت هتبقى عملت العمل ده لغير الله سبحانه وتعالى، ورحت عند القبور ما خدتش عظة وما امنتش بالله سبحانه وتعالى ودخلت النار. ومش بس كده، ده كل اللي انت عملته ده هتتحاسب عليه كمان. يعني انت عملت كل ده عشان امور معينة في الدنيا، ده الامور دي كانت هتتحاسب عليها. يعني انت كده لا خدت الدنيا ولا خدت الاخرة. فكل النعيم اللي انت سعيد تعمله سواء بقى ان انت تزود العدد تزود الفلوس، خاصة انت يعني ايه تخيل انسان لم يتعظ بالناس الميتة في القبر، فبالتالي اللي زي ده ما تستبعدش ان هو يكون عمل اي حاجة عشان يكون جاب فلوس. فطبيعي جدا بقى ممكن يكون سرق نصب اشتغل في حاجة محرمة عمل اي حاجة عايز يجيب فلوس خلاص، بس هو ده اللي يهمه. زي ما كان في بعض مثلا كفار قريش كان ممكن بيتزوج بال100 امرأة لأنه عايز يبقى عنده أولاد كتير عشان لما يتسأل عن نفسه أو عن قبيلته أو كذا فيقول أنا أتباعي 1000 لا 5 لا 10 لا 20، فعنده استعداد يعمل أي حاجة. البنت اللي عايزة تجيب فلوس بأي طريقة فتقبل إن هي تعمل كذا، وغيره وغيره بقى من الطرق المحرمة. اللي بيشتغل في البيع وشراء الخمور، فبالتالي كمان بقى كل ده هتتحاسب على يوم القيامة. فدي بس كانت سورة التكاثر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.